في رحلة الحياة في ناس بتعيش وهي عندها مناعة نفسية قوية، حد قوي أثرش في أي شيء، مبسوط سعيد منطلق بيحقق أهدافه. لكن في ناس عايشة بهشاشة نفسية، أي ألم وأي خوف وأي حزن وأي توتر وأي حاجة تقدر تأثر فيه، ومش متخيلين حياته في النار عاملة إزاي. النهاردة هنتكلم إزاي نخلي نفسنا قوية ذو مناعة، وهو ده المناعة الصح. اللي بيتصاب بكورونا مش بس اللي عنده مناعة عادية، لا، واللي عنده كمان مناعة نفسية. اسمعوا الحلقة دي قوية جدا بأمر الله، ازاي نقوي مناعتنا النفسية، بحلقة جديدة من برنامجكم حكمة في قصة مع دكتور أسماء سعيد. حين أتوه أعلم أني غبت عنك، ومشيت وحدي في طريقي رحلتي، وحملت هم فوق قدر تحملي. وحين أذكرك تطيب نفسي وتهتدي، وتطمئن روحي بأنسك ترتوي. من عطش طال علي بغفلتي، اللهم ردني نفس مطمئنة في جنتك. رقم واحد للشخص اللي عايز يزود مناعته النفسية أو يعمل لنفسه مناعة وحصن، رقم واحد إنه بيحب نفسه. دي رقم واحد. مفيش حد بيحب نفسه ويتصب اي حاجه في الدنيا. ايه ده اشمعنى يا دكتور؟ لان انت لو عرفتي نفسك وحبتيها وتقبلتيها تحت اي ظرف، انت كده حصنتيها من اي حاجه تانية. لكن كرهتيها، ضايقتي منها، مش طايقه نفسي، مش بحب نفسي، كرهت نفسي، والله نفسي اموت، انت اصلا هي نفرت منك، منعت ايه؟ ده انت في قمه الهشاشه. زي احب نفسي، تقبليها تحت اي ظرف، تقبليها بما هي فيها، كله وحش حلو، كله الوحش تقبليه وحاولي ان انت تظبطيه وتعالجيه، والحلو اشكري ربنا عليه عشان يزيد. وانا عامله حلقه كامله عن ازاي تعرفي قيمه نفسك وتقدريها وتحبيها. الاعظم وده المهم تزكيها. ربنا في القران في ايات كتير جدا، وفي ربنا قسم كتير جدا، لكن الحاجة الوحيدة اللي ربنا أقسم عليها كتير جدا 11 مرة، والشمس وضحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. اللي بيزكي نفسه وبيطورها وبعيشها في نعيم وفي جنة وفي انطلاق وفي يسر وفي علم، كل ده هو ده بس اللي بينجح، وهو ده اللي بيبقى عنده مناعة. أزكيها ازاي يا دكتور؟ أعلمها ازاي يا دكتور؟ لازم تكون عندكم 7 جوانب الشخصية، كل يوم في خطوة فيها. أظن في بداية السنة أنا اديتكم نوتس الأهداف واديتكم نوتس رحلاتي، قلتلكوا إيه مشوا بيهم طول السنة. لازم تكون عندك أهداف كل يوم باخد خطوة فيها لربنا. لكن طول ما أنت ماشية عايشة كده، الناس توديكي والناس تجيبك، ده أنت مش عندك هشاشة، ده أنت متدمرة. مش هيسيبك كورونا ولا يسيبك مرض، بس عيشي بقى عيش إمعة يوم حلو ب20. لأ، ده بسبب إيه؟ إن أنت عمرك في حياتك ما عشتي في حتة تزكية النفس. الشخص اللي عنده مناعة نفسية هو شخص عامل زي ما يكون حاطط حارس على دماغه وعلى قلبه، ما يقبلش بأي فكرة سلبية تخش دماغه، ولو جت يقفشها. مين دي؟ تجي ليه؟ اطلع بره. امتى ده؟ عارفين امتى؟ لما يتحكم في افكاره. عارفين امتى؟ لما يطبق ذكر ربنا. ربنا قال لي حاجتين، نسوا الله فانسهم انفسهم، وقال لي تانية فاذكروني اذكركم. ايه الفرق بينهم؟ فرق عميق. امتى تتنزل الفكره السلبيه وعلى مين، وامتى تتنزل الفكره الايجابيه وعلى مين، امتى تتنزل الملائكه، وامتى بقى تعيش في اللخبطه دي. فنصيحه مني، الذكر ثم الذكر ثم الذكر، ابحثوا عنه، دوروا، فتشوا، افتحوا كل حاجه. وانا عامله الكورس ده مفيد جدا جدا جدا، هتخرج منه وتقول يا رب انا عمري ما حسيت ان انا قريب منك زي اللحظه دي. لان انت لما بتقرب من ربنا تحس ان نور الله دخل قلبك. ربنا تحدث عنهم في القران ان هم بيمشوا بنور ربنا.
في بقى حتى الدعاء بيقول اللهم اجعل في وجهي نورة وعن يميني نورة وعن شمالي نورة، في كل حتة نور يا رب، لأن الناس اللي بتشوفك أو أي حد بيقابلك أو أي حد ما بيشوفكوش من بره، بيشوفك من النور اللي جوه، من المناعة النفسية اللي جوه، من تزكية النفس اللي جوه، مش من الهشاشة والضعف. وتلاقي بقى وهن بقى ومش قادرة وشكلك كبرتي وتحت عينيك اسود وحياتك وفقر. مفيش بني آدم مع ربنا يحصل له اللي أنا قلته ده. اللهم ردني نفس مطمئنة في جنتك. الشخص اللي عنده مناعة نفسية ده مدرك إن الألم ليه حكمة، وإن الألم رسالة من ربنا بتقول لي أظبط وظبط دنيتك. هو ده الشخص اللي ذو مناعة. فما بيجي الألم بيبص عليه بيقول له وصلت الرسالة يا رب، يبقى أنا أظبط. أظبط إيه؟ زكي نفسي وأطورها وأعلمها وأشوف في غلط أنا بعمله. لكن الشخص اللي ذو هشاشة بقى أول ما يجيله الألم يا ويلي، وينزل ندب على الفيس بقى، حصل لي وحصل لي وحصل، كورونا يا ناس بتحصل فيه، الحقونا يا ناس، ولادي يا ناس، عمال يندب ومصحف عايش في ندب. ده لكم دينكم ولينا دين. لكن احنا او الشخص اللي عنده مناعه او الشخص القوي بيعمل ايه؟ ها يا رب ايه وصلت الرساله، هتعلمني ايه يا ترى؟ جاي الموضوع ده يعلمني ايه؟ على فكره الشخص اللي ذو مناعه نفسيه مش ما بيحصلوش مشاكل، بتحصل له بس اسمها تحديات، جاي الحكمه بس. عشان في ناس فاكره ان لزوم مناعه وعايش كده ما بتحصلوش، لا بتحصل له بس قليل، ولو حصل عشان يغير اتجاهه بس، مش عشان يقعد يعيط ويندب ويقول يا ريتني وايه اللي حصل لي واشمعنى انا، ويقعد يغضب ويقول يا رب ليه بتعمل فيا كده. ايه طبعا الشخص اللي ذو مناعه متفائل، بيضحك على طول، معاملته كويسه جدا جدا مع الناس، الناس بتشوف الدين في اخلاقه، مش يجي قدامهم كلهم الله اكبر، ما لهمش علاقه اصلا انت المفروض تصلي قدامهم ولا ما تصليش. خلي الناس تشوف في اخلاقك دينك، في اخلاقك دينك، تبسمك، ما بتكذبش، ما بتنافقش، ما بتختبش حد، ما بتعملش حد، ده بيقوي المناعه النفسيه. الشخص اللي ذو مناعه نفسيه بياخد الامور ببساطه، بالراحه، بهدوء، مش بياخد كل حاجه على اعصابه، مش مضغوط نفسيا. اسمها حلقه الضغط النفسي، رهيبه رهيبه جميله هتفرق معاكم. الشخص اللي ذو مناعة نفسية بياكل صحي، بيركز في وقته، عنده أهداف عايش عشانها، بيتعامل مع ربنا نور، الله منور كل خلية في جسده، الله نور السماوات والأرض، نور ربنا بينور كل حتة في جسده. الشخص اللي بقى عنده هشاشة عايش في ظلمات، جهل وخوف وقلق، فنصيحة منه حوله بقى من الظلمات دي للنور. بإيه؟ هو بربنا وبذكر ربنا وبكل التطبيق الأخلاقيات اللي أنا قلتها دي. يا رب الحلقة تكون عجبتكم، تكون دخلت عليكم بالنفع، ممكن تبقى بسيطة ومعلوماتها بسيطة، بس صدقني الإفكت أو التأثير بتاعها يبقى رهيب لو قمتوا طبقتوه من دلوقتي. حبوا نفسكم وقدروها وابتدوا طوروها وزكوا فيها وطبقوا كل الأخلاقيات وطبقوا كل ده، صدقوني هتفرق جدا 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 في حقكم، وما في حاجة على وجه الأرض هتقدر تأثر فيكم أبدا. هتكونوا زيه إيه بقى؟ للغرباء. والله يقولك ايه، تبقى حاصله مشكله كبيره وانت بتضحكي، الناس تقولك هو انت يا بنتي عبيطه، انا بيقولوا لي كده، وانت يا بنتي عبيطه بتضحكي، سيبكم من اللي بيحصل ده كله، ناقص كان خير خير، والله اللي جاي خير، هتشوفوا اصبروا بس كده وبيحصل. ليه؟ عندي مناعه قويه، والله لو ايه اللي حصل بقى عندك تبلد، ما بقى تبلد كده ضد اي حاجه وحشه، عارفه قعدتي بتضحكي كده اللي هو كده بالظبط. يا رب تكون دخلت طاقه الكلام اللي انا بقوله جوه قلوبكم يا رب العالمين، وتبقوا فعلا كده وتبقوا احسن من كده كمان باذن الله. اعملوا بقى شير للحلقه يلا، عشان الناس كلها تبقى عندها مناعه نفسيه، وهو ده اقوى مناعه ضد الكورونا، مناعه النفسيه. واعملوا لايك ده مسابه شكر ليا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا من اذا ناديته سمع النداء، حتى وإن ذكرته نفسي في خفاء، فكيف أشقى وأنا الذي من قدره مهما شكرته فعاجز أنا عن شكره. وحين أذكرك تطيب نفسي وتهتدي، و
وتطمئن روحي بأنسك ترتوي من عطش طال علي بغفلتي. اللهم ردني نفس مطمئنة في جنتي.